مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحدث الذي سنناقش في هذه الحلقة التحالف العربي من أجل تحرير اليمن. هذا التحالف مشاهدينا الكرام الذي أتى لعودة الشرعية اليمنية وكذلك إزاحة الظلم والقتل عن الشعب اليمني الذي يعانيه من المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين. عن عنوان هذه الحلقة يسرنا مشاهدينا الكرام أن يكون معي في الاستوديو الأستاذ الدكتور نايف بن خالد الوقاع، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية. أهلا بك دكتور. حياك الله دكتور. بداية، وعنوان هذه الحلقة التحالف من أجل تحرير اليمن. كبداية، الاتفاق العربي الذي أتى والتأييد العالمي والاتفاق على تحرير اليمن، دوافع هذا التحالف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. في البدء تقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وولي ولي العهد بأصدق المواساة بشهدائنا الذين سقطوا في هذه المعركة الشريفة التي تعد دفاعا عن العقيدة أولا، كما أعزي حكومة وشعب الإمارات وحكومة وشعب البحرين الشقيق وكذلك الحكومة الشرعية في اليمن والشعب اليمني الشقيق. نعم. وأرحب بمشاهدي القناة السعودية أينما كانوا. لا شك أن موضوع التحالف وما بدأت المملكة العربية السعودية في انطلاق عمليات عاصفة الحزم هو عمل غير مسبوق في التاريخ العربي المعاصر. لماذا؟ أولا، للعدد الكبير من الدول العربية التي أيدت ودعمت وشاركت في هذا التحالف. الأمر الثاني، قدرة المملكة العربية السعودية على إدارة تحالف عسكري بهذا الحجم وبهذه القوة، وهذا يدل على أن الهدف من هذا التحالف هو هدف مشروع، هدف متفق على أنه هدف سام ونبيل، ثم أنه يعني يبين أن العرب والأمة العربية متى ما وجدوا القائد، نعم، الذي يجمعهم والذي يكون له رؤية ومنهج واستراتيجية واضحة يمكن أن يصطفوا معه، كما اصطفوا مع حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين. نعم. فأهمية هذا الاتفاق أهمية كبرى، لأنها هي نقطة التحول في هذا الصراع وفي هذه الحرب، بالتالي تبعها كما تلاحظ وكما رصدتم أيد هذه العمليات جميع دول العالم المؤثرة والفاعلة، كلها ساندت، كلها أيدت، بعضها بل يعرض المشاركة الفعلية العسكرية أو اللوجستية أو الإمداد والتموين. فهذا يدل على أن هذا التحالف بإذن الله انطلق صحيحا وسينجز عمله بشكل صحيح وسينتهي بشكل صحيح بإذن الله. نعم دكتور خالد، يعني هناك استراتيجية تتبعها قوات التحالف العربي وهي التركيز على الآلة العسكرية بشكل خاص، وهي للأسف هذه الآلة كانت موجهة للشعب اليمني. هذا التركيز والبعد عن المدنيين، أهمية هذه الاستراتيجية. طبعا المملكة العربية السعودية بما أنها هي قائدة التحالف وهي التي شكلته، تنطلق عقيدة المملكة العربية السعودية العسكرية من العقيدة الإسلامية. فالمملكة العربية السعودية كما نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على أن الكتابة والسنة هما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم، وحتى أنه في أحد مواد أو أكثر من مواد تطرق لواجبات القوات المسلحة أو القوات العسكرية السعودية. ومن هذا فالمملكة العربية السعودية التزاما بعقيدتها ترى أن قتل شخص واحد بدون وجه حق يعادل قتل أهل الأرض جميعا. ف
التركيز على مبدأ تحييد قوة العدو واستهدافها بدقة متناهية واستخدام أسلحة دقيقة التصويب ومكلفة، هذا يجعل أن الاستراتيجية التي تقوم عليها المملكة تنسجم مع العقيدة القتالية للقوات العسكرية السعودية. بمعنى أنه القتال في اليمن يختلف عن أي قتال في أي منطقة في العالم. لماذا؟ لأنه ليس هناك جيش يقابل جيش، نحن نقابل عصابات، صحيح. نقابل ميليشيا، نقابل قطاع طرق، نقابل أنهم حتى استعانوا بالحرس الثوري الإيراني واستعانوا بمرتزقة من أفريقيا، وبالتالي التركيز على هذه التجمعات وخاصة خطوط الإمداد والتموين وخطوط الاتصالات أمر مهم جدا، لأنك في حالة شلل أو القضاء على هذه، كلنا لاحظنا حجم هذه العملية مخطط لها من سنوات طويلة، حجم المستودعات التي قامت القوات الجوية لقوات التحالف العربي بتدميرها كان مهولا، وبالتالي عندما أجفف هذه المستودعات أو عندما أدمر هذه المستودعات بمنأى عن المدنيين فبالتالي هذا يعني يحقق أحد أهداف الحملة الجوية لقوات التحالف. دكتور خالد، يعني عادة مثل هذه الحروب أو تأتي فيه تخطيط، ليس تخطيط آني بل تخطيط على دفعات، أهمية هذا التخطيط على مراحل؟ العمليات العسكرية دائما في مثل هذه الحروب الكبيرة تحتاج إلى ما يسمى بالعمليات المشتركة، بحيث أن يكون هناك مركز عمليات موحد، بحيث أنك تستطيع إدارة القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات البحرية أو البرية والقوات الخاصة وطيران القوات المسلحة من غرفة عمليات واحدة. فبالتالي التخطيط لهذه المعركة ليس بالأمر السهل. اليمن دولة كبيرة مختلفة التضاريس، التحديات التي واجهت مخططي عاصفة الحزم وإعادة الأمل والسهم الذهبي ليست بالسهلة. أن تلاحظ أنه تطلب التخطيط عمل حصار بحري، وهذا لا تعمله أي قوة أو أي دولة. ثم احتجنا إلى حظر جوي. الحظر الجوي والحصار البحري هذه عمليات أساسية، بحيث أنك لا تسمح للعدو أنه يتلقى إمداد أو مساندة من الآخرين. ثم تحقق مبدأ السيادة الجوية في خلال ساعات قليلة. فبالتالي عندما حققت هذه الأمور، هذه لم تأتي اعتباطا، وبالتالي أنا أشيد بهيئة عمليات القوات المشتركة، بحيث أنهم لم يتسرعوا في كسب نقاط معينة، لم يتسرعوا باستخدام القوة المفرطة. نحن نعرف أن أحد مبادئ الحرب هو الاقتصاد بالقوة، بمعنى أنك تحقق أكبر الأهداف أو أكثر الأهداف بأقل جهد وأقل خسائر وأقل استهلاك للمعدات والذخائر. يعني بمراحل محددة. بمراحل محددة، وهذا ما تحقق. أنا ألاحظ الآن أن القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل الآن أنها تسير في هذا الاتجاه، تخطيط منظم، أهداف مرصودة، بنك معلومات يحدث باستمرار، يتعاملون مع ما يطرأ في مسرح العمليات، العمل يسير بخطة، واضح أن الذين يشرفون على هذه الخطة مخططين محترفين، لديهم استراتيجية واضحة، لديهم أهداف واضحة، يسيرون بعملية متكاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تتكلل بالنجاح المأمول. آمين. مشاهدينا الكرام، نتوقف ونشاهد هذا التقرير عن التقدم للمقاومة الشعبية. تواصل المقاومة الشعبية في اليمن تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مناطق متعددة من البلاد. تطورات الأوضاع الميدانية بمدينة تعز تشهد تقدما للمقاومة الشعبية، حيث أفادت مصادر بالمقاومة أنها سيطرت على عدد من المواقع الهامة وسط المدينة، ولا سيما في منطقة الجحملية العليا التي كانت تتحصن فيها الميليشيات بعد اشتباكات عنيفة تمكنت فيها المقاومة من تكبيد الميليشيات خسائر فادحة ودحرهم من تلك المناطق.
فيما تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في المناطق الشرقية بالقرب من القصر الجمهوري ومنطقة كلابة، تسعى من خلالها المقاومة للسيطرة على القصر ومعسكر قوات الأمن الخاصة. بدورها قامت الميليشيات بحملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين وإعلاميين في منطقة الحوبان شرقي المدينة. استهداف الصحفيين في مدينة تعز من قبل الحوثيين نظرا لتضييع الحقيقة على المجتمع الدولي والمجتمع اللي بأسره، تمام، وتضييع الحقيقة عن مسارها. فنظرا ما يلاقوا الصحفيين هو نظرات اعتداءات وانتهازية من قبل الحوثيين. وفي محافظة البيضاء صدت المقاومة عدة هجمات للميليشيات في منطقة مكيراس الحدودية مع محافظة أبين وأجبرتهم على الفرار من الجهة الشمالية. وكبدت المقاومة الميليشيات خسائر فادحة باستهدافهم بكمائن متعددة على طول المناطق الرابطة بين محافظتي البيضاء وأبين. وفي محافظة مأرب شرقي البلاد كثفت المقاومة والجيش الوطني المؤيد للشرعية الاستعداد لطرد الميليشيات من المحافظة. ياسر عبد الله، تلفزيون المملكة العربية السعودية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لعلنا دكتور شاهدنا هذا التقرير، تعز، محافظة تعز ومدينة تعز، تحرير المدن، نحن كمتابعين نرى أن هناك بطء، لكن دائما القيادة العسكرية التي تريد تحرير هذه المدن لها لنقل شيئين. الشيء الأول هو القضاء على هؤلاء المتمردين، أيضا تحييد الساكنين في هذه المحافظات. أخي الكريم، حرب المدن أو المناطق المبنية هذه لا تتقنها إلا قوات النخبة والقوات الخاصة، وهذه لا تتوفر في كثير من بلاد العالم. أمريكا عندما اضطرت لخوض حرب في العراق أو في فيتنام أو في أي مكان في العالم تحتاج إلى تدريب خاص لقواتها حتى تقاتل في المناطق المبنية. القتال في المناطق المبنية يحتاج إلى أنك تحافظ على السكان، تحافظ على البنى التحتية لهذه البلد، تحافظ على المكتسبات، تحافظ على المنشآت الصحية، تحافظ على المنشآت الخدمية. وبالتالي أنا لا أرى في بطء، بالعكس أنا ربما أقول أنه سبحان الله أنه أصبح تحرير المدن اليمنية أسرع من الوتيرة التي كنا نأملها. أنت تلاحظ أنه في بداية دخول القوات البرية والإنزال البحري في ميناء عدن كان كل المنظرين في العالم والاستراتيجيين والمخططين يرون أنه ليس من السهولة القيام بهذا العمل لصعوبته، وخاصة في اليمن التضاريس والمساحة وكثرة الاختلاط الأطياف في اليمن، وجود القاعدة، وجود المتمردين الحوثيين، وجود جيش علي عبد الله صالح، وجود الحرس الجمهوري، وجود يعني في خليط. فبالتالي قيادة عمليات القوات المشتركة للتحالف العربي عندما تحرر المدن تضع في ذهنيتها هذه الاعتبارات بالكامل. وبالتالي عندما لاحظنا تحرير عدن وجدنا أن قوات النخبة التي دخلت والإنزال البحري الذي حصل، أنا أكون صادق معك، أنا شخصيا تفاجأت أنك تنزل دبابات في 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 عدن، زينة الدبابة تقريبا 60 طن، هذه لا تستطيع كثير من الدول أن تفعل هذا، ولذلك حق لنا أن نفخر بهذا. المعلومات تشير الآن إلى أنه في أرض المعركة الآن ألوية دبابات كاملة. كيف نقلت؟ متى نقلت؟ ما العمل الذي تم؟ هذا عمل يحتاج إلى في أماكن أخرى يحتاج إلى شبه معجزة. نحن لا نرى إلا جزء من الصورة. المشاهد في الإعلام أو المتابع في الإعلام
خاصة لحساسية العمليات العسكرية ولأن المعارك لا زالت مستمرة. القوات العسكرية وهيئة عمليات القوات المشتركة تفلتر المعلومات التي نحصل عليها، وإلا أنا متأكد أن ما حصل في اليمن سيكون دروس وعبر للقادة في المستقبل في جميع دول العالم. ما حصل يعتبر من أرقى العمليات العسكرية تخطيطا وتنفيذا على مستوى العالم. نحن لم نتكبد خسائر إطلاقا إلا ما حدث في الفترة الأخيرة، وهو حدث عرضي ليس نتيجة عمليات عسكرية مباشرة أو سوء تخطيط من القوات المشتركة، وإنما أقدار الله سبحانه وتعالى. صاروخ يأتي لمستودع فينفجر هذا المستودع، هذا في العرف العسكري يعتبر يعني عمل عرضي أو حادث عرضي. حتى بيان القوات المشتركة ذكر أنه حادث عرضي. ما أود أقوله أن قوات النخبة، مشاة البحرية، قوات المظليين، القوات الخاصة، قوات الاقتحام الجوي، الاستخبارات، قوات وحدات الاستطلاع، وحدات الإنزال البحري، هذه قامت بأعمال بطولية. ربما كثير من الناس أو الغير متخصصين الذي لا غير متخصص في العسكري في العسكرية يرى أن هذه الأعمال بسيطة. هذه ليست بسيطة، هذه من أعظم الأعمال. كونك تحرر مدينة بحجم عدن بهذه السرعة وبهذه التنظيم وبهذا الكفاءة يعد عمل مفخرة لمن قام بهذا التخطيط ومن قاده ومن نفذه. نعم. دكتور خالد نايف، دكتور نايف، أتباع المخلوع صالح والمتمردين الحوثيين للأسف يعمدون إلى إيجاد مخازن للآلة العسكرية بجانب السكان هذه المدن، التعامل كيف يكون؟ من باع وطنه وأعطى ولاءه للأجنبي، من رضي أن إيران توجهه أو هي التي تخطط له، هو باع وطن بأكمله. فما يضره إذا قتل 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 من الشعب اليمني المغلوب على أمره. علي عبد الله صالح لا شك أنه يعني ثعلب بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. كان يلعب على متناقضات معينة في الشعب اليمني، وكان يلعب على الشأن القبلي بشكل كبير، لكن ثبت أنه في النهاية ليس لديه الحصافة السياسية أو البعد الفكري والذهني لإدارة هذا العمل. ما يقوم به من تخزين أسلحة داخل المجمعات السكنية وداخل التجمعات السكنية هو دليل على أنه إفلاس، دليل على أن أعين القوات الجوية للتحالف وطائرات الاستطلاع ورجال الاستخبارات في الأرض، دليل على أنهم أصبحوا يرصدون كل شيء، كل شاردة وواردة. فبالتالي لجأ إلى أنه يخزن هذه الأسلحة بالقرب من السكان حتى يسبب حرج لهذه القوات. ولكن من خلال التسريبات أو التسجيلات المصورة التي رأيناها، رأينا دقة التصويب، ورأينا أحد المستودعات احتاج إلى تقريبا 4 غارات جوية في آن واحد، 4 غارات جوية منسقة حتى تم تدمير هذا المستودع بطريقة احترافية غير 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 مسبوقة في العمليات العسكرية الجوية. أنا أقول هذا وأنا مسؤول عن الكلام. نعم. دكتور نايف، عادة إذا تم السيطرة على أحد الألوية العسكرية أو أنها أعلنت ولاءها مثلا للشرعية، ما هو الواجب اتباعه؟ يفترض في هذه الحالة أنه لدينا وحدات الاستخبارات. جيد. وحدات الاستخبارات لديها ملف عن كل قائد، وبالتالي تصنف هؤلاء القادة. أنا لا يمكن أقبل مجرد ما أعلن الاستسلام. نحن نعلم أن الحرب خدعة، ممكن يعلن الاستسلام ثم إذا اقتربت منه أو دخل في وسط قواته قام بعمل عسكري انتقامي، وهذا حدث في حرب الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت. حصل لبعض القوات أنه خدعت بهذه الطريقة وبالتالي تم تلفيها. أنا أقول أنه يجب أن يكون الحذر كبير جدا.
القادة الذين المسؤولين عن هذه القوات يجب أن يخلوا إلى الخطوط الخلفية، يجب أن لا يمكنوا إطلاقا من قيادة قوات، يجب أن لا يمكنوا أبدا من الاطلاع على خطط العمليات المستقبلية، يجب أن يحيدوا، والقوات التي استسلمت أو دخلت في تحت طوع الشرعية ربما أنها تسحب إلى الخطوط الخلفية ويعاد تأهيلها ويعاد فرز من الذي معه وضد، لأن الموضوع له بعد عقدي. فبالتالي ليس من السهل أنك تقبل أي أحد يرفع الراية البيضاء على أنه مستسلم ثم يقوم بخيانة أو يقوم بتفجير أو يقوم بعمل مضر أو بعمل جاسوسي أو عمل استطلاع للعدو. نعم. هذا عمل مهم جدا. نعم. دكتور نايف، صحة العقيدة، نقاوة العقيدة، سلامة الهدف، تأثيرها على هؤلاء المقاتلين في التحالف من أجل تحرير اليمن؟ لا شك أنا قريب من العسكريين السعوديين ولي بحث منشور في العقيدة العسكرية للمملكة العربية السعودية. يعلم الله أن أفراد القوات المسلحة أو القوات العسكرية السعودية كما هم أشقاءهم في دول مجلس التعاون الخليجي يتميزون بشجاعة غير متصورة. هذه الشجاعة لا تنطلق من حمية عصبية أو دافع فقط وطني، وإنما نتيجة لعقيدة تجعل الشهادة والفوز بالشهادة في سبيل الله هو مطمع كل مؤمن. أنت لاحظت أنه في أحد التسجيلات وجدنا القادة السعوديين برتبة لواء، ورتبة لواء ليست سهلة في الجيوش العسكرية. صحيح. هذا يجب أن يكون خلف الخطوط الخلفية لا يقل عن 40 كيلو 50 كيلو في مركز عمليات متأخر. صحيح. بينما رأيناهم في القوات المسلحة، القوات العسكرية السعودية والحرس الوطني السعودية في الصفوف الأمامية. هذا يدل على أن هؤلاء يحملون عقيدة، يحملون هدف سامي، يحملون مشروع تأصيلي للعسكرية الإسلامية. نحن نضرب الآن في هذه العمليات العسكرية مثال للعسكرية الإسلامية. العسكرية الإسلامية المكتبة لا تكاد يوجد فيها نظريات عسكرية إسلامية، كل ما لدينا في النظرية العسكرية الإسلامية تقريبا هو مترجم. لكن هذه المرحلة أو عاصفة الحزم أسست لي فكر عسكري إسلامي عربي جديد، هذا في رأيي. نعم. لعلي أتوقف دكتور نايف، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ مشعل العلي عضو مجلس الشورى وخبير سياسي واستراتيجي. أستاذ دكتور مشعل مساك الله بالخير. الله يمسيكم بالخير وضيفك الكريم الدكتور نايف الوقال وقاع ومشاهدينا الكرام وقناتكم الحبيبة إلى قلوبنا، ونقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبارك للشهداء هذا الفوز بالشهادة عند الله جل وعلا، وعندنا كذلك ندعو لهم والجميع، ونعزي إخواننا في الإمارات وفي البحرين وشهداءنا الأبرار من المملكة العربية السعودية، ونقول هذه الحرب فيها خاسر ورابح وفيها مهاجم ومهاجم عليه، ولكن إن شاء الله تعالى النصر المؤزر لنا وبحول الله أهدافنا واضحة. ونقول لأهل اليمن إن شاء الله تعالى إن تعهد خادم الحرمين الشريفين وإشقاؤه من قوات التحالف إنه لواضح، هذا الظلم وهذا الجور وهذا العربدة التي نراها من أوغاد حقراء الحقيقة سيكون ينكشف أمرهم، وهو انكشاف لهم الآن، أصبح خسارتهم أو ربحهم أعلى ما يهدفون إليه هو أن يوقعوا خسارة بصفوف القوات التحالف، لأنهم عارفون أنهم قد شارفوا على أبواب صنعاء، وسينحصر إن شاء الله تعالى هذا الظلم وهذا الجور ببركة هؤلاء الشهداء وببركة إن شاء الله تعالى هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين ندعو لهم ومن خلفهم من شعوب مؤمنة بأنها إن شاء الله تعالى ستحقق هدفها المنشود، وهو الحمد لله أن يكون المملكة العربية السعودية واليمن ودول المنطقة في أمن واستقرار دائم، وإن شاء الله تعالى ستقطع أيدي الأجندات الخارجية التي عبثت بأمن وطن بأمن وطننا، سواء في الشمال سوريا أو العراق أو سواء في اليمن الذي نرى الآن هناك معركة قوية لخادم الحرمين الشريفين قادها في أمريكا من أجل إظهار وإبانة الحق العربي في أن يدافع عن نفسه وأن يكون أمام العالم بهذه القوة وبهذه الصلابة. نعم.
دكتور مشعل، وأنت خبير استراتيجي، بدأنا عاصفة الحزم، الآن نحن في عادة الأمل. الاستراتيجية بين هاتين المرحلتين. نعم، الحقيقة حينما رأينا أنه عاصفة الحزم أدت دورها كما هو مرسوم لها، رأينا متزامنا معها الأمل وإعادة الأمل إلى أهل اليمن. نعم. رأينا أن هذه العاصفة لم تنتهي وبدت في مسألة الأمل، لأن الأمل لا بد له من حماية، وهذه الضربات القوية التي رأيناها إلى مواقع المخلوع ومواقع الحوثيين هي الحقيقة استمرار لهذه العاصفة التي بداخلها هو الأمل، لأنه هو الأمل الذي يشرق على اليمن. حينما نرى الآن ماكن المحررة، نرى أن هناك اتجاها للتنمية، اتجاها للحياة الطبيعية، وحينما نرى الأماكن التي فيها هؤلاء نجد أن هناك تأخرا وظلما وقتلا وقمعا، ونرى أن هناك استبدادا واضحا. نعم نعم دكتور مشعل، الآن أهمية ضرب المواقع التي تتعلق بصيانة الأسلحة في المعسكرات، في المعسكرات المخلوع صالح والمتمرد الحوثي، لا أهمية في التركيز عليها. الحقيقة أن هذه الضربة التي حصلت والتي راح ضحيتها هؤلاء الشهداء هي الحقيقة منبهة عظيمة جدا، وهي الحقيقة دليل على سخفهم ودليل على عدم تخطيطهم المسبق. هم الحقيقة ضربوا وحصل الشهداء وحصل أن هناك أمر، لكن هو الحق استفزوا دول التحالف وأصبحت هناك ضربة قوية وهناك إصرار من دول التحالف. رأينا كيف قطر أرادت التكديس الأسلحة وأرادت أن يكون هناك إظهار واضح للقوة القطرية في المعركة. رأينا الإمارات العربية المتحدة ما كيف تكون وكيف يكون الإعداد التام لأعداد وللمعدات التي ستدخل اليمن. الحقيقة حينما رأينا ذلك نرى أن هؤلاء إنها هي الخسارة الحقيقية لهم، ألا وإن الحقيقة حماية المعسكرات التي أو الأماكن التي كسبتها قوة التحالف تنطلق من منطلقين. المنطلق الأول ألا يكون من خلفها عدوا، حينما يكون خلفها عدوا سيكون هذا منبت لأن يكون العداء مستمرا. ثانيا أن يكون كما ذكر الخبير أو الدكتور الذي معكم في الاستوديو أن هناك يجب أن يكون تأكد ممن سلموا أنفسهم من قوات المخلوع، الحق يتأكد من ولائهم، يتأكد من أمورهم، وأن يكونوا في الصفوف الخلفية كما ذكر. هي من هذه الأشياء التي بمجملها ستكون بحول الله تعالى أنها منهية لكثير من الأشياء التي لربما تعتبر سلبية، وهي الحق ليست سلبية وإنما هي مقوية للعزائم والحق انطلاقة قوية للتحرير النهائي لليمن. أنا أنظر للمستقبل بحول الله أنه سيكون هناك تحريرا قريبا، وأنه سيكون انتهاء لما نراه في من واقع الحوثيين وواقع المخلوع، ولعله يكون نداء لأهل اليمن. الحقيقة أن هذه القوات أتت لإنقاذ اليمن بادئ ذي بدء. نعم. وأتت لئلا يكون للأجنبي وجودا في هذه المنطقة إن شاء الله، وأتت لأن يكون اليمن مستقرا. فيكون هذا نداء الحقيقة لجميع أهل اليمن أن يستغلوا هذه الفرصة، وأن تكون فرصة لأن يعود اليمن كما كان. هذه الدول الحقيقة أتت لتعطي لا لتأخذ. نعم. أتت لأن تكون اليمن كما عهدها الناس فاعلة في المنطقة. نعم. الدكتور مشعل العلي، عضو مجلس الشورى وخبير سياسي واستراتيجي، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا دكتور. دكتور نايف، الآن نحن نلاحظ أن هناك ضرب لقوات التحالف بكثافة على صنعاء، هل هي مرحلة قادمة مهمة لتحرير صنعاء؟ أضلاع المؤامرة في اليمن سبحان الله هم ثلاثة، إيران، الحوثي، علي عبد الله صالح. ولذلك أنا وبإذن الله أستشرف إن شاء الله أن تحرير اليمن كاملا سيتحقق عبر ثلاث أهداف. الهدف الأول تحقق، الهدف الثاني تحقق، الهدف الثالث على وشك التحقق. الهدف الأول تحقق بمجرد أن وقع خادم الحرمين الشريفين على انطلاق عاصفة الحزم، هذا قضاء على المشروع الإيراني بالكامل. الهدف الثاني هو هو تحرير عدن واستخلاصها بعدما سقطت بيد الحوثي.
وأتباع علي عبد الله صالح. الهدف الثالث هو تحرير صنعاء. تحرير صنعاء سيكون الضربة القاضية على المشروع الإيراني بالمنطقة بالكامل، وبالتالي قوات التحالف والمخططين في هيئة عمليات القوات المشتركة يدركون أبعاد تحرير صنعاء، ولذلك الآن هم العمل الذي يقومون به ببساطة وبمصطلحات العسكريين هو تهيئة مسرح عمليات لاقتحام أو لوصول الهدف أو لإنجاز الهدف. الآن القصف في محيط صنعاء، تحرير المدن أو المعابر في جميع الاتجاهات من صنعاء، تدمير قوات العدو في حدود صنعاء، القضاء على خطوط إمداده، خطوط اتصالاته. وبالتالي في تصوري أن بمجرد ما يعني تكمل الطوق هذه القوات، وبكل اعتماد على القوات الخاصة بشكل كبير، فستكون ساقطة حكما صنعاء. ليس له الآن، ليس له بعد استراتيجي، ليس له عمق أو جبهة يستطيع أن يكون له خطوط إمداد، لا يستطيع أن يرسل تعزيزات، هو مكشوف الآن لقوات التحالف. فبالتالي معركة صنعاء معركة مصيرية، هي القاسمة للمشروع الإيراني، هي بداية الصفحة لإعلان تحرير اليمن الجديد ليعود إلى أمته وإلى أشقاء في الوطن العربي. نعم دكتور نايف، يعني الآن نحن نقول أنه الآن الضرب بكثافة على صنعاء هي مرحلة مهمة جدا، ولكن قبل، هل يجب أن تكون صنعاء محاطة من عدة جهات للدخول، يسر الدخول عليها من ناحية عسكرية؟ نعم، هذا يخص هيئة عمليات القوات المشتركة. جيد. إن كان هناك مناطق للإمداد أو مناطق مفتوحة لهرب المعتدي أو تمشيط، نعم التمشيط يكون بعد الاحتلال دائما، يكون بعد ما تحتل، قبل لا يسمى تمشيط، وإنما يعني تدمير أو تهيئة أو تمهيد لاحتلال منطقة معينة. فإن كانت هذه القوات ترى أنه في قوات كبيرة داخل صنعاء ممكن تنسحب وتهرب لإعداد لمرحلة جديدة، أرى أنها تطوق بالرغم أنها مساحة هائلة وكبيرة جدا وتحتاج قوات ضخمة، لكن وجود القوات الجوية باستمرار وفرض السيادة الجوية والسيطرة الجوية تجعل من المستحيل على القوات علي عبد الله صالح والحوثي الانسحاب من صنعاء بقوات كبيرة، ممكن على جيوب أو على سيارات خفيفة أو راجلة ممكن يتسللون، لكن كقوات كأرتال ممكن يرجعون إلى مناطق أخرى تكون ليس لها قيمة استراتيجية للمعركة، مثل يرجعون لصعدة مثلا أو يرجعون لمناطق أخرى بتكون مكشوفة. لا نريد أن يرجعوا، يتم القضاء عليهم من تخليص الشعب اليمني. من الصعب من الناحية التخطيطية العسكرية من الصعب أنك تدمر القوات وهي داخل المدينة، لأنك لا أثناء النزوح أو أثناء الهروب مثل ما ذكرت لك، هم لا يملكون الآن، هم مكشوفين أمام القوات الجوية للتحالف مكشوفين، هم مدمرين حكما، لا يستطيعون أن يخرجوا بأرتال، لا يستطيعون أن ينسحبوا من صنعاء بدبابات وبمدفعية وبعربات ثقيلة، سيدمرون. ربما ينسحبون على شكل مجموعات صغيرة لن يكون لها أثر في حسم المعركة، هي مجرد ما سقطت صنعاء سينهار المشروع بالكامل، ولكن سيتم ملاحقتهم بإذن الله، هذا شيء مؤكد، لابد القضاء الكامل، لابد. أنا أثق في الشعب اليمني، أثق في المقاومة الشعبية اليمنية، أثق في الجيش اليمني الذي تبع الشرعية وبايعها، أثق في أن قوات التحالف، وهذا ما أعلمه، قد دربت آلاف اليمنيين، الإخوة اليمنيين في دول الجوار، وهيئتهم وسلحتهم بما يضمن القضاء على هذه الميليشيا وعدم بقاء جذورها مترسبة في اليمن بحيث تظهر بعد فترة من الزمن. نعم نتوقف دكتور نايف. مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير عن التطورات السريعة في اليمن. شد
هددت المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش الوطني الموالي للشرعية الخناق على ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في محافظات يمنية عدة، وكبدتهم خسائر فادحة. الوضع الميداني في مدينة تعز وسط البلاد يشهد تطورات متسارعة في أكثر من جبهة، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين المقاومة والميليشيات في جبهات الأربعين وكلابة والقصر الجمهوري وجبل الوعش، أسفرت بحسب مصادر في المقاومة عن مقتل 9 وجرح 13 من الميليشيات، فيما أسرت المقاومة 3 منهم أثناء محاولتهم التسلل إلى حي ثعبات. إلى ذلك واصلت ميليشيات الحوثي وصالح قصف عدة أحياء سكنية بالمدينة، ولا سيما حيي البعرارة والحصب في محاولة لاقتحامهما، لكن المقاومة تصدت لهم وأجبرتهم على الانسحاب. ثورتنا هي امتداد لثورة 26 سبتمبر، ولن نسمح للقوى الرجعية والإمامية والشيعية بأن تسلب من الشعب هذا المكتسب العظيم الذي ناضل من أجله آباؤنا، ونحن ما زلنا على درب ينتهي إن شاء الله. في غضون ذلك أفادت مصادر محلية بأن نحو 50 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح قتلوا إثر كمين نصبته المقاومة الشعبية بالقرب من منطقة الشهور بمحافظة أبين، وكان العشرات من الميليشيات قتلوا في عمليات نوعية للمقاومة بمنطقة مكيراس الحدودية بين محافظتي أبين والبيضاء. وبالتوازي مع ذلك شنت المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب عدة هجمات على ميليشيات الحوثي وصالح في جبهتي الجفينة والفاو، وكبدتهم خسائر فادحة. يأتي هذا وسط ترتيبات عسكرية مكثفة تجري في محافظتي مأرب والجوف لحسم المعركة في صنعاء وتحريرها من الميليشيات. ياسر عبد الله، تلفزيون المملكة العربية السعودية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الآن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ مبارك، ننتظر ضيفنا. دكتور نايف، الآن نشاهد في التقرير أنه في محافظات يمنية مشتعلة، يعني لا ليس هناك تركيز على محافظة معينة بل محافظات عدة. أهمية هالمناوشات ودخول المقاومة الشعبية في عدة محافظات، هذا دليل على سيطرة قوات التحالف على مسرح العمليات، بحيث أصبحت قوات التحالف هي التي تفرض المعركة وليس الحوثي. الحوثي كان يريد المعركة تكون معركة مدن محددة، معركة صنعاء، معركة عدن، معركة صعدة، معركة كذا، لكن سيطرة القوات التحالف العربي وجرأتها القتالية أصبحت هي التي تختار الأهداف، وأصبحت هي التي تفرض نمط المعركة، وهذا يشتت جدا، يقضي على يشتت قوة الخصم، قوة العدو، يشتت مجهود العسكري، يشتت مجهود الحربي. بصراحة أنا أقول أنه لم يكن يعني أعتى المخططين الاستراتيجيين تفاؤلا أنه يتصور أنه تكون الإدارة المعركة في اليمن بهذا الشكل. أنا أقول بإذن الله أنها ستكون معركة ناجحة بكل المقاييس، ولذلك تلاحظ حتى الجهد السياسي متكامل مع الجهد الإغاثي، مع جهد البناء، مع جهد التدريب، يعني عملية متكاملة. هذه لا يمكن أن تدار بهذه الطريقة لولا وجود عقليات مخططة كبيرة وراء هذا الموضوع. نحن ندور يعني نعمل مشروع استراتيجي سيغير وجه المنطقة بالكامل. أصبح لدينا القدرة في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي على أن نقود مثل هذه العمليات الاستراتيجية الكبرى. نحن نعرف أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية أرادت أن تعمل مشاريع في المنطقة ولكنها ما استطاعت. المملكة العربية السعودية يعني عملت مشروع مصغر يعني يشمل جميع النواحي، وضع في ذهن المخطط أو في ذهن من وضع سيناريو حرب عاصفة الحزم الصغيرة قبل الكبيرة. لعلي نعمل الاتصال جاهز. مشاهدي الكرام، يسرنا أن نرحب بالأستاذ مبارك العاتي، محلل وكاتب سياسي. أستاذ مبارك، مساك الله بالخير. مساء الخير لك عبد الرحمن ولضيفك الكريم ولكافة الأخوة المشاهدين عبر هذه القناة العريقة. نعم أستاذ مبارك، الجولة السعودية الدبلوماسية
عبر زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأمريكية، كان لها أثر إيجابي ومشاهد لدعم القضايا العربية ومن ضمنها قضية تحرير اليمن. بكل تأكيد، أولا دعني في البداية أخي عبد الرحمن أن انضم صوتي لصوت ضيفك الكريم. بالفعل من خطط لعاصفة الحزم ومن خطط لإنفاذ المشروع العربي في اليمن لا يزال يمارس النجاح بكل اقتدار، بكل اقتدار ملموس عالميا، ورأينا كيف وضعت الخطط كما أشار ضيفك الصغيرة قبل الكبيرة، ورأينا كيف نجني النجاحات الآن، النجاحات الأخرى، هناك نجاحات على الميدان، نجاحات سياسية، نجاحات عسكرية، نجاحات إغاثية. رأينا مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية كيف يحقق أهدافه على أرض الواقع، ولعل هناك أيضا إيمان أن أشير إليها وهي قلة اللاجئين والنازحين اليمنيين مقارنة بالأزمات الأخرى التي تحصل بالمنطقة. رأينا الآن كيف أمر خادم الحرمين الشريفين قرار الحكيم باحتواء الأخوة اليمنيين العاملين لدينا وتحويلهم من نازحين إلى عاملين داخل المدن السعودية، واحتضناهم منذ مئات السنين كأخوة، شاركونا لقمة العيش، شاركونا النجاح، شاركونا بناء المملكة العربية السعودية. فأصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتحول الأخوة اليمنيين الذين قدموا علينا بالآلاف إلى أخوة مشاركين لنا في العمل. أرجع إلى الجانب السياسي، ولتونا وصلنا الليلة الماضية من واشنطن بعد أن تشرفنا برفقة خادم الحرمين الشريفين وحضرنا أسف تحية كإعلاميين في البيت الأبيض، ورأينا الحفاوة البالغة التي كان عليها فخامة الرئيس باراك أوباما والذي أظهرها جليا أمام وسائل الإعلام لضيفه الكبير ضيف الولايات المتحدة خادم الحرمين الشريفين الذي وصل إلى واشنطن وهو يمثل المنطقة، يمثل العالم الإسلامي، يمثل العالم العربي قبل أن يمثل المملكة العربية السعودية فقط. بكل تأكيد كانت الزيارة ناجحة بكل المقاييس، ليس للعلاقات الثنائية بين البلدين وهي التي رسمت العلاقات الاستراتيجية للقرن القادم، ولكن أيضا لحل القضايا التي تعصب المنطقة، ولعل أهمها وهو ما يهمنا ويؤرقنا وهو إنجاح المشروع العربي في اليمن. كانت الولايات المتحدة ومنذ البداية أيضا كانت تتفاهم وجهة نظر المملكة وأيدتنا منذ البداية، ورأينا كيف صدر قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بإجماع دولي كبير لم يعارضه أحد، بل أن روسيا والتي كانت التزمت الصمت مما مرر بكل اقتدار. أعتقد أن الجانب السياسي التي اتخذته المملكة العربية السعودية كان ناجحا بكل المقاييس، ورأينا كيف تكتلت الدول مع المملكة العربية السعودية خلال ساعات. رأينا تحالف قائم يتشكل من 12 دولة عربية وإسلامية من آسيا وأفريقيا، ورأينا كل المجتمع الدولي كان واقفا مع هذا التحالف الناجح الذي تشكل في ساعات، كما أشار الأمير محمد بن سلمان في أحد اجتماعاته بأن المملكة هي الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي نجحت في تشكيل تحالف دولي خلال ساعات فقط، ولم يتخذ الأمر من جهدا كبيرا، لأن العالم يدرك حكمة ومكانة وثقل المملكة العربية السعودية سواء في العالم الإسلامي أو في العالم بأكمله، وليس دورها المحوري فقط في المنطقة بخاف على أحد. أنا أعتقد أن المشروع العربي في اليمن يتجه إلى النجاح، وأعلن تفاعلي من الآن بأننا سنرى بإذن الله تكبيرات عيد الأضحى في تلج بها مآذن المساجد صنعاء بحول الله تعالى وذلك ثمرة للجهد السياسي التي تبذلها المملكة العربية السعودية وأشقاء في مجلس التعاون الخليجي. نعم أستاذ مبارك، حقيقة نتمنى أن يطول الحوار ولكن وقت البرنامج ضيق. شكرا للأستاذ مبارك العاتي، محلل وكاتب سياسي، شكرا لك. شكرا لك أخي عبد الرحمن وضيفك الكريم. دكتور نايف، اليوم أصدر فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية قرار الجمهوري بإنشاء لجنة وطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. أهمية هذه اللجنة واختيار الأعضاء وبالذات في هذا الوقت. أذكر نهاية إجابتي في السؤال اللي قبل هذا أنه هذا العمل متكامل جي. وذهنية القادة السياسيين للبلدين
يعني نظرت إلى الموضوع بشمولية، وبالتالي تشكيل هذه اللجنة هو سد لثغرة كانت موجودة أو كان يعزف عليها بعض الأعداء أو بعض المنظمات الحقوقية. ونحن نعرف أن هناك في كل حرب في العالم قد تحصل يعني أخطاء أو قد تحصل انتهاكات غير مقصودة من أي طرف كان أو مقصودة، وبالتالي هذه تقع تحت طائلة القانون الدولي واتفاقية جنيف للأسرى واتفاقية حقوق الإنسان. وبالتالي تشكيل هذه اللجنة من قبل الرئيس اليمني دليل على أن قوات التحالف والرئاسة اليمنية ليس لديهم شيء يخافون منه، وبالتالي سيكون هناك يعني معركة قانونية حقوقية إنسانية لمتابعة جرائم علي عبد الله صالح والمتمردين وربما قادة من الحرس الثوري الإيراني، لأنه قبض على بعض المستشارين الإيرانيين، ربما يلاحقون إذا أعد ملف جيد ومحكم، ربما يحالون إلى محكمة الجنايات الدولية أو محكمة العدل الدولية في لاهاي على أنهم ارتكبوا جرائم حرب. نعم، لكن دكتور نايف، يعني إنشاء هذه اللجنة في هذا الوقت يعني هو إلجام واتبيان للحقائق التي يعني الآن نسمع أبواق تدعي أن هناك انتهاكات حقوق وأنه قتل وأنه في تصوري أنها لها بعد آخر، وهي أنها بشرى بالنصر وقرب ممارسة الدولة اليمنية الشرعية لحقوقها الدستورية والنظامية في 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 صنعاء. نعم. وبالتالي اهتمام القيادة اليمنية بحقوق الإنسان والمعارك مستعرة دليل على أنه طبعا حقوق الإنسان حتى في الدول التي تدعي أنها تحمي حقوق الإنسان أحد رؤساء الوزراء في أوروبا ذكر أنه عندما يتعرض الوطن لخطر لا تحدثوني عن حقوق الإنسان. نحن هنا نقول لا، نضرب مثل جيد الآن أنه لا، حتى والحرب مستعرة حقوق الإنسان لها مكانتها ولها أولويتها. فأنا أقول أن هذا مؤشر على أنه لا يوجد عند قوات التحالف شيء تخفيه، على أنه مؤشر على أن الحرب ستنتهي وبنصر مؤزر بإذن الله. وهي أيضا يعني تسجيل لما يقترفه المخلوع صالح والمتمرد للحوثي في حقوق الشعب اليمني. هناك الآن اعتقالات تعسفية، هناك يعني القبض على عدد من الإعلاميين، عدد من السياسيين، وأيضا إيداعهم في سجون يعني من فترات طويلة لا نراهم، بل نسمع في وقت أن قبض على هؤلاء. بالتأكيد من انقلب على الشرعية وسجن الوزراء واحتجز رئيس الوزراء واحتجز وزير الدفاع ورئيس الأركان وهو يعرف تبعات هذا، يعني لا يتورع عن أن يحتجز أسرة أو أن يعذب معارض. نعم. فهذه من سمات التمرد. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج الحدث يسرني أن أتقدم باسمكم وباسمي للدكتور الأستاذ الدكتور نايف بن خالد الوقاع، رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية، ضيفي في برنامج الحدث. شكرا دكتور، يعطيك العافية. شكرا. أنا أقول أن للحرب ثمن. نعم. ولكن لها فوائد كثيرة بإذن الله، وسنجد الفوائد إن شاء الله بإذن الله. في تحرير اليمن وعودة الشرعية ودرء خطر إيران في المنطقة. إذن مشاهدينا الكرام، نلتقي إن شاء الله. شكرا لكم.